السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. رجعنا لكم بعد ما كان عندنا شي أمور إن شاء الله غبرنا عليكم شوية. اليوم غادي يكون إن شاء الله حلقة على حول لاشين ديستريبيسيون، أو لا كيف ما كتعرف بالصمتة ديال المحرك، وقتاش خصها تبدل، وشنو الأضرار ديالها إلا لا قدر الله تقطعات، وشنو هما بطبيعة الحال شنو هي، علاش هي لاشين ديستريبيسيون، شنو الفوائد ديالها. لاشين ديستريبيسيون كتسمى بالعربية سير التوقيت، لأن هي اللي كتربط لنا أجزاء المحرك المهمة باش كيوقع لنا احتراق داخلي، وكيتم بعملية دقيقة جدا وفي ظرف يعني محكمة وفي وقت اللي محدود، فلهذا سميت بسير التوقيت، لان اللي كنعرفوا حنا بالصمتة ديال المحرك او لاشين ديستريبيسيون. هاد الصمتة هادي كاين طبيعة الحال الصمتي جوج الانواع، كاينه السلسلة كيف ما كنعرفوا حنا سلسلة، وكاينه المطاطية اللي معروفة بزاف. هاد الصمتة اللي غنهضروا عليها حنا دابا هي المطاطية، اللي مصنوعة من مطاط من طبيعة الحال ومن اجزاء وحدين اخرين. هادي يعني حاولوا داروها هي، وكتجي دائما خارج المحرك، يعني ما كتجيش في وسط المحرك. داروها من اجل يعني انخفاض يعني صوت المحرك، طبيعة الحال ما كديرش الضجيج بزاف بحال السلسله، وطبيعة الحال عندها اوقات اللي كتبدل فيهم 80000 حتى 100000 كيلومتر كتبدل دوريجين. طبيعة الحال كنهضر عليها ملي كتخرج في الطوموبيل، يعني دوريجين اصليه. ملي كنبدلوها لابد خصنا نبدلو لي طاندور ديالها كاملين معاها، ديك لي طاندور اللي كيدوروا مع الصمتة ديال مع لاشين ديستريبيسيون، خصنا نبدلوهم كاملين، لانه كيف ما هي ضربات 100000 ولا 80000، حتى هما ضربوا 100000 ولا 80000. وخصنا نبدلو حتى البومبا ديال الماء كيف ما غادي نصوروهم لكم. البومبا ديال الماء حتى هي خصها تبدل، لانها حتى هي ضربات 100000 كيلومتر. هادو كاملين كيتبدلوا بطبيعه الحال، خصنا مختص يكون سبيسيال اللي يقدر يبدل لنا هذه، لانها خصها تكون في بلاصتها بالمعنى، وكيجيو فيها السنان، داك السنان ما تكون لا زايده لا ناقصه، باش كيعطي لنا العبر ديال المحرك يقدر يديماري لنا. يعني خص اللي غادي يركب لك لاشين ديستريبيسيون خصو يكون متخصص ومتمكن من هذا الشيء، ماشي غير اجي وركب لاشين ديستريبيسيون، لان اكبر حاجه حساسه في المحرك ديال الطوموبيل. هذه من جهه. الجهه الثانيه هي الا ميكنا مثلا لا قدر الله ميكنا على هاد لاشين ديستريبيسيون، اولا الناس ما كيعرفوش وتقطعتنا، الا تقطعت لك لاشين ديستريبيسيون على حسب انواع ديال السيارات، الا تقطعت لك لا قدر الله الاغلبيه غادي يوقع اعطاب كبيره في المحرك لداخل المحرك، لان كيف ما قلت لك هي اللي كتنظم الدوره ديال المحرك. ملي كتقطع كيدخل شي، كيدخل في شي يعني البيستون، كيدخل في الباربورات، كيدخل في الاجزاء ديال المحرك وحدين اخرين، كيوقع لا قدر الله بزاف ديال الكسور في المحرك. الناس اللي كيفهموا لا قدر الله وسمعتي الصداع ماشي هو هذاك، اولا فجاه سكتت بك الطوموبيل ما تعاودش ديماري حتى تاكد، تعيط المختص يتاكد لك واش الصمته ولا شي حاجه اخرى. وبالنسبه ننتقلوا للسلسله حتى هي كتبدل، حتى هي كتسمى لاشين ديستريبيسيون وكتبدل، ولكن ماشي بحال لاشين ديستريبيسيون المطاطيه. هذه السلسله كتبدل على 170000 180000 كيلومتر، عاد نقدروا نبدلوها، اولا بعض الاحيان حتى كتعطي لنا ضجيج، يعني كتبدا تصدر لنا اصوات، عادي يمكننا نبدلوها لانها كتصبر، لانها هي حديد ماشي مطاط. وبطبيعه الحال كيف ما قلت لكم خص نبدلو لاشين ديستريبيسيون، لي طاندور ديالها كاملين، داك اللي كيدوروا معاها كاملين، والبومبا ديال الماء بطبيعه الحال، وما نساوش الماء، لان ملي كنحيدوا البومبا ديال الماء راه كيطيح لنا الماء، خصنا نديروا الماء بطبيعه الحال. هذا كيكون موضوع ان شاء الله على لاشين ديستريبيسيون شنو هي، او لا صمت الموتور، او لا سير التوقيت باش كل شيء يعرفها. اهم شيء في المحرك وخص كنعاود نركز عليها، خصكم تبدلوها عند مختص متمكن، ماشي اي واحد، لان يقدر يخلي داك الطابه ديالها مرخوفه، يقدر شي حاجه تجيلو مصعيبه ما يقدرش يديرها، بزاف الحاجات، وبالتالي يقدر يخلق لك مشكل على المدى البعيد ولا على المدى القصير. المهم غيخلق لك مشكل، فبالتالي خصك تكون عندك متخصص ديالك سبيسيال اللي يقدر يدير لك هذا الشيء، وتكون بامان الله ان شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله، حنا كنحاولوا ما امكن نعطيكم شي حاجه صغارين باش كل شيء يفهم. وبطبيعة الحال مستمرين في الفيديوهات، وخا كنغبروا شي شويه ولكن مستمرين ان شاء الله في الفيديوهات، من اجل يعني تعريف بالهد القناه الجميله ان شاء الله.